تفعله؟ في مقطع فيديو قصير لا يتجاوز الدقيقة، كشفت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، وذلك في معرض ردها على بعض الأخبار الزائفة التي رافقت مسيرتها الفنية عبر وسائل الإعلام. الفنانة اللبنانية أوضحت في مقطع الفيديو الذي شاركه الحساب الخاص بشركة سيدرز آرت للإنتاج عبر إنستغرام، وتضمن فكرة إعطائها العديد من العناوين عنها لنفيها أو تأكيدها، أنها لا ترغب أبداً في أن تكون صحفية، في حين أنها تحبذ فكرة تقديم البرامج وقد قامت بها في الفعل. كما أشارت لأنها لم ترتد قط الفستان نفسه في 4 مناسبات مختلفة، مبينة أنها ربما أثناء حياتها العادية تقوم بها، لكن أن تفعلها في مناسبات رسمية ظهرت فيها على الشاشة فذلك لم يحدث. وبينت النجمة اللبنانية أنها شخصية مسالمة لأبعد الحدود، وذلك في معرض نفيها عنوان خبر يقول أنها متهمة بجريمة قتل، مستبعدة أن تقوم بمثل هذا الأمر في حياتها. نجمة العين بالعين قالت أن شائعة انفصالها عن زوجها فريد رحمة تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي في الكثير من الأوقات، وكانت أول مرة أثناء شهر العسل، أي في أول شهر من زواجها. ليكو أول ما تجوزت كان صار لي كنت بعدني بشهر العسل طلعت هالإشاعة. صدقوا؟ إيه لا صدقوا. وفي عنوان أخير جاء فيه سيرين عبد النور تعتزل التمثيل نهائياً، كان رد الفنانة مفاجئاً بعض الشيء، حيث قالت أنه من الممكن أن يسمعها الجمهور قريباً. ويأتي هذا الفيديو من سلسلة مقاطع تعمل شركة سيدرز آرت على إنتاجها لترويج مسلسل العين بالعين الذي يجري عرضه حالياً، حيث سبق أن قامت الشركة بمشاركة مقطع فيديو حمل عنوان ديوتو افتراضي بين رامي عياش وسيرين عبد النور، ظهر فيه كلا النجمين يقوم بغناء أغنية للآخر. ويحظى المسلسل الذي عرضت منه 7 حلقات حتى الآن بكثير من التفاعل، إذ تدور أحداثه حول شخصية نورة سيرين عبد النور التي تتورط بجريمة قتل نفذتها عصابة بحق عميد في الشرطة، إذ تعد شاهدة على الجريمة وقامت بتصويرها بالخطأ، لكنها تفقد الفيديو الذي صورته، وحينها تبدأ العصابة والشرطة بملاحقتها، إذ أن الشرطة تعتبرها الفاعلة في حين أن العصابة تريد أخذ ما صورته. كما يلعب النجم اللبناني رامي عياش في العمل شخصية ضابط عزام الذي يبحث عن القاتل ويتعاطف مع نورة. أنت العميد؟ أنت بتعرف أنه بيعرفوا يخفوا جريمتهم؟ اللي بيتعرف عليك صح، بيعرفك وبيحس فيك حتى لو كنت مخبية بين 100 شخص.